يعتبر مفتاح للفرج. صحيح صحيح صحيح، لازم يكون في تخطيط. لازم يكون في فكر بعيد وبدون قيود. شئت أبان بيت، لكن إذا صبرنا بدون ما نخطط، بدون ما نفكر، ويكون الليمت مالنا محدود. أتوقع تعرفون العواقب شنو اللي بتصير. لازم نعمل بجهد كبير، لأن المسؤولية على العاتق كون وقتها حمل جدا ثقيل. عبدالله أنا ما أحبك من أول ما جيت، أنا ما بعجبني. مشكورين، ويعني سامحونا احنا عيلناكم بعد حق هالبرنامج، لكنه فرصة ان احنا نلتقي وياكم. مشكورين. اليوم ما في حدود الشيخ. انا طول عمري ما عندي حدود. الشيخ مو عارف الصراحة ابتدي وياك من وين، بس السؤال اتوقع اللي مو بس انا ابي اعرفه، اللي كل رياضي في البحرين يبي يعرفه، المحرق وين؟ المحرق اول شيء نبتدي نقول ان المحرق مؤسسه لها تاريخ ولها جذور ولها يعني شكل اداري معين. لو انه هو يعني يتاخر شوي، ترى الارث التاريخي والاداري يرجعه مره ثانيه. يجوز فيه ناس تجرب، يجوز في ناس يعني عندها فكرة معينة يتبناها مجلس الإدارة، ولكن في الأخير هذه لها وقت. إذا نجحت معناته النهج اللي هم ماشيين عليه صحيح، إذا ما نجحت معناته لابد أن يعاد النظر في هالموضوع دي برمته. وهذا أعتقد اللي يعني العمل الصحيح، يعني أي نهج إداري قابل للتغيير وأي فكر قابل للتغيير. طبعاً الجمهور جمهور محرق، جمهور عاطفي، جمهور حب المحرق فيه متأصل، صعب إنه يشوف فريقه يتأخر. مو بس جمهور محرق الشيخ، جمهور البحرين كله تعاوننا على محرق أنه هو الأفضل في كل مكان في كل مجال. صحيح صحيح، وهذه يمكن يعني مسؤولية كبيرة حق مجلس الإدارة، لأنه يكون عارف ترى أن البحرين كله، يمكن في حتى مشجعين من خارج البحرين يكلمونك ويقول لك تعال إيش صار فيكم. هذا شيء متوقع. ليش متوقع شيخ؟ إيش صاير فيكم؟ لا، هو المسألة مسألة أن أنت تمشي على نهج معين مدة طويلة، وتبي ان انت في افكار انعرضت وفي افكار انطرحت، صار توجه ان احنا نغير. التغيير مو كلام فقط ينقال، كلام لازم محسوب لألف حساب، لان المحرق اللي مر فيه حاليا يحتاج اكيد عتاب ومن الجميع، وعشان هالشيء احنا اليوم موجودين. واول سؤال بسأله في بالي من 3 سنين، الشيخ احمد وين عمل الموضوع كامل؟ المفروض هو اللي يحل الموضوع كامل كرئيس نادي، يشوف نائب الرئيس ماله ويشوف مدير النادي ايش قاعد يسوي. كرئيس مفروض يتدخل في هالموضوع، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ كرئيس النادي هو المفروض يتدخل. لا 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 لا، غير صحيح. المسؤولية يعني تكون عندي انا شخصيا، وإذا كان فيه يعني تراجع أنا الشخص المسؤول. طبعاً بنرجع حق مجلس الإدارة، مجلس الإدارة يقرر. إذا أنا قبلت قرار مجلس الإدارة يبقى تحملت الخطأ، وأنا ما أنكر إنه يعني ذي الشيء بمجرد ما أنا قبلت يصير خلاص مسؤوليتي أنا، فأنا أمام مجلس الإدارة وأمام الجمهور. الآن هذه يعني في الشكل العام، في الإطار العام، هل إحنا قرارنا صحيح؟ هذه مراجعة ما أنا اللي أقولها. لو أنا قلتها أصير يعني أنا متفرد بقرار، يا ما إحنا يصير في خلافات في مجلس الإدارة. أنت شو رأيك الشيخ؟ كل صراحة أنا أتبع مجلس الإدارة،
بمجرد ما أنا أتفق معاهم على أمر معين يصير فيه قرار إنه والله هذا المنهج اللي إحنا راح نمشي عليه، خلاص أنا تحملت المسؤولية. الإشكالية في شنو؟ إن إذا تغير الفكر في أثناء إحنا خلاص خذنا منهج ومشينا عليه، بعد 6 شهور قلنا لا 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 خلنا نغير مرة ثانية، ذي اللي أنا ما أوافق عليه. يعني بمجرد ما إحنا يعني نتفق على أمر معين خلاص قرار مجلس إدارة ويحترم، واللي يعني راضي راضي واللي مو راضي قرار جماعي. واجه الاختلاف ما بين الحين، وفي أوجه تبين بعد حين، وفي أوجه تحتاج أنكم تكونون مركزين في اللي بيصير. شفت المحرك أسس أكاديمية، خطوة إيجابية، بس مكانها ليش مو في المحرك؟ ليش المنطقة ثانية؟ والله شو أقول لك، يعني بالنسبة لوجهة نظري أنا، يعني أنا أشوف إنه لازم تستوي في النادي. ليش؟ نقول ليش؟ لسبب إن الياهل اللي تأسس في النادي أو الأكاديمية تستوي في النادي علشان اللاعب الصغير يشوف اللاعب العود، وشلون اللاعب العود يوصل حق اللاعب الصغير إن أنا وصلت لذي المرحلة عشان تتيه، ويشوف إنجازات النادي، حتى شعار النادي مؤثر لما يدش النادي يشوف منشآت النادي، فلها تأثير على الصغير. ما أعرف أنا ليش يعني راحت بعيد هناك، لكن هذه بالنسبة لك وجهة نظر يعني. لا لا لا، شوف اختيار المنطقة ترى وايد زين، أنا مدحته يعني. المنطقة ذي مأهولة بالسكان يعني، الحصن معروفة يعني، وجود أكاديمية حق محرق هناك، محرق ترى يعني عنده أكاديمية في النادي. أنت لو بتجي بتشوف أزيد من 200 طفل ساعة 4، إحنا موجود عندنا. لكن المنطقة اللي تهم مهمة يعني، فكرة الشيخ راشد ترى زينة. أول شيء وجود المحرق في المنطقة اللي هو فيها أصبح الناس تستبعد المكان، يعني اللي مثلا في المدينة أو اللي في مدينة حمد أو اللي في مدينة عيسى أو في شارع البديع أو كذا، يستصعب أنه يوصل المحرق، أو أن الباص اللي يروح ياخذ اللاعبين ياخذ له ساعة رايح وساعة يجمعهم وساعة أيه هاي 3 ساعات، وساعة ونص التدريب هاي 4 ساعات ونص، وساعة رايح يوديهم ويوزعهم. الناس ضجت، الأولياء الأمور يقول لك والله إحنا عيالنا عندهم وظائف، متى بيسوي وظائفه، متى بيتعشى، متى بيرقد. طيب يفترض أن أنت عندك أسلوب أن أنت تسوي حل. الحل هذه يعني احنا كان عندنا حوالي 12 باص ومو بملحقين. الحل ذي ان انت تطلع حق المناطق ذي توصلها. كان فيه نوع من يعني التحفظ على ذي الموضوع، الى ان قررنا ان احنا يكون فيه الوضع اللي هو ماشي في المحرق لا يمس، يبقى مثل ما هو، ونطلع ونسوي أكاديمية خارج المحرق بحيث أن احنا نوصل بسهولة حق اللاعبين اللي مثلا في منطقة يعني المنطقة اللي احنا فيها حاليا هذه أم الحصن تتبع المنامل. المنامل فيها لا يقل عن 120,000 حسب الإحصائيات، في عندك 10% من هال 120,000 من بين سن 6 سنوات وال 12 سنة. فأنا عندي 12,000 لاعب محتمل، لو أنا قدرت أطلع منهم 500 يهتمون في كرة القدم في ذي المنطقة، ومثلها في المحافظات الثانية اللي مثلا في المنطقة الجنوبية حوالي عندنا بعد 100,000، في على شارع البدية عندنا 110,000، في مدينة حمد حوالي عندنا 120,000. طيب هذا الموضوع. الشيخ ليش سويتوها أكاديمية محرك بدل ما يكون نادي محرك في مكان ثاني؟ لا، انت لما تسويها نادي محرق في مكان ثاني دخلت نفس المشاكل اللي عندك، اذا كان فيها يعني فلان رايه كذا فلان رايه كذا، هني بتصير فيها مشكله. الشيخ خلا افهم منك ان انت تبي تاخذ استقلاليه تامه لان انت مو بعاجبك الشغل اللي قاعد يصير في الاداره. لا لا لا، انا اقول لك انا انسان
عندي نظام معين، عندي خطة معينة، إذا ما أحصل لناس تتوافق معي من الأفضل أن أنا أخلي الناس اللي ماشي بديمقراطياتها بتفاهمها تمشي، وأنا الدكتاتور السيء اللي لازم يأخذ قراره بنفسه يطلع، وأنا عندي الحرية أن أنا أشوف الصالح والطالح، ما عندي حساب حق ولد فلان ولا ولد النادي ولا كذا. اللي موجود اللي ما تشيل ريله ما يشيل اسمه، هذه واحدة. اثنين، الأكاديمية مجانية 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 على شرط أن يكون اللاعب اللي بيه في الأكاديمية يكون موهوب. سؤال جر سؤال، خصوصا بعد ما نسمع لا، أنت لما تسويها نادي محرق في مكان ثاني دخلت نفس المشاكل اللي عندك إذا كان فيها يعني واضح أن المحرق في شغل الفئات ما كان مقنع. إحنا ما نعترض، أنتوا عطونا مجال. محرق نقول قبل 20 سنة ما طلع لاعب من عقب وليد الحيام، بتقول لي ذي الكام حاول. شغل محرك في وين كان الخطأ وشنو لازم يتصحح؟ الإشكالية أن أنت ما تثق في العمل اللي أنت ماشي فيه. المجموعة اللي طلعت وليد الحيام، الجهاز اللي طلع وليد الحيام وينه قبل تسرع وليد الحيام؟ لأن أنت نفس المجموعة ذي كانوا على مستوى ناشئين أو لأقل منهم، لا أقل منهم، راحوا في كاس أمبرو بريطانيا وخذوا كاس أمبرو، والاتحاد عندهم خبر بهذا الموضوع والميدال مال الكاس موجود عندهم. طيب، هذه شيء موجود عندنا، شيء موجود يعني في تاريخنا. أنا حافظه. ما عليه، الشغل ما كان عادل، كان يحتاج تنظيم، يحتاج دعم، يحتاج مساندة. ترى الفئات ترى شغلها أصعب من فريق أول. الفريق الاول تقريبا حق الجهاز اللاعب شب كامل، يعني عارف اموره، هذه ما اعرف يشكل خيط في الابره، يعني شغل وايد متعب ومكلف، لكن احنا قاعدين نشتغل على قدر الامكانيات بمساعده المحبين والجمهور فقاره مساندين. ليش ما يصير العمل على نفس الخط؟ ليش ما يصير مثلا انتقلت الحين شنو في بدايه كلامك قلت لي انهم يشوفون ان انا الدكتاتوري السيء سحبت نفسي رحت فتحت مكان برا؟ لا، بس انا لازلت نائب رئيس نادي المحرق، رئيس جهاز الكرة، ولكن انا اشوف ان بذي الطريقة اسهل واسرع ان يطلع عندي نجم اوديه حق فريق المحرق في الفريق الاول. انت لما تترك الامور فيها يعني، هل احنا اللي موجودين في فئات نادي المحرق كلهم موهوبين؟ لا. طيب، انا اقول لك اللي موجودين كلهم موهوبين. يعني انت قاعد تشتغل احسن من نادي المحرق؟ لا، انا اقول ان الفكره اللي انت ماشي فيها في نادي المحرق لا تواكب الوضع اللي المفروض احنا نكون فيه. سبب من الاسباب اللي خلى الشيخ راشد يطلع من النادي ويأسس اكاديميه لوحده، وعشان ناكد اكثر واكثر. الشيخ، ايش رايك في اللجان الفنيه؟ انا اللي عارفه ان انت اكثر واحد غير مؤيد للجان الفنيه. انا اقول لك، إذا واحد من اللجان الفنية قدر يعطيني معلومات الإنستات يقراها بصورة صحيحة، ذيك الساعة أنا أقبل برأيه. طالما أنه يطالع الإنستات ولا يعرف شو اللي موجود ولا يعرف شنو المباراة. ما يعرف المباراة؟ لا، المباراة محطوطة في الإنستات. يعني لو احنا عندنا الحين برينتر، اذا وقفنا مره ثانيه الكاميرا بخليهم
يصورون الانستات اللي عندي مال المباراه الاخيره اللي بيني وبين الحد، وبتعرف شنو المحرك ايش كان يسوي، ايش كان كل لاعب مستواه. والله احنا لجنه الفنيه صادقه امام الله وامام الناس. ليش الشيخ راشد ما يحل؟ ها؟ ليش الشيخ راشد ما يحل؟ انت كله تدخل الشيخ راشد. اما اللجنه الفنيه ما تقيم لك هاي الاشياء شيخ؟ ما تقدر. شلون تقدر؟ تقدر بالعين؟ اذا احنا هلم ما ننفع ليش نسوون؟ خلنا نمشي. ما عندنا مشكله. ما انا على قدر الامكانيه بشتغل. يعني كان المحرك على ليش عينها؟ المحرك كان يعني ال 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 هذيل الجماعه اللي موجودين في اللجنه الفنيه ذيل يعني اساطير بالنسبه لنا احنا في كره القدم. فكان الفكره ان خل ذيل الجماعه يكونون قريبين، يكون لهم دور، يكون، وهذا شيء وارد. ولكن هذه ممكن يعطيك تقرير، يعطيك كذا، بس ما يكون شيء مباشر في عمليه. خلينا نقول فائدتهم مو نفس فائده الانستات. يعني انا عندي اضحي فيه واستعمل الانستات احسن، ما يعطون الاضافه. لا لا، انا بالنسبه لي ما لهم علاقه في الانستات، واذا كان القرار فني هم مو فنيين. كم واحد فيهم مدرب؟ ولا واحد. طيب شلون انا اقول حق مثلا، مثل ما اقول لك يعني اذا التمرير مال اللاعب الفلاني 60% صحيح 30% مو بصحيح، هل دي زين ولا مو زين؟ هذا قرار فني. هل خدم في المباراة ولا ما خدم؟ هذه اللاعب عطاني 221 نقطة انستات في المباراة، متوسط نادي المحرك كان 217، هل هو زين؟ هاي قرار فني، الأرقام ما تشذب. يبقى نظرة المدرب، هل دي فادك مفروض يعطيني أكثر؟ فهني ال- 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 القرار دي يعني محسوس ومثل ما تقول عددي. ما الشيخ معنا ليش كانوا يقولون علينا اللجان الفنية اللي تعين في محرك لتغطية الأخطاء اللي يقوم فيها جهاز كرة القدم في محرك؟ غير صحيح، ما يمكن. يعني إذا كان الخطأ مدرب يمكن هم ينصحون، يمكن أنهم يعطون مجلس الإدارة وجهة نظر، يمكن يعطوني أنا وجهة نظر، ولكن ما يصير أن هم يصير عليهم مثل ما تقول ضاغط على المدرب أنه لا حط ذي التشكيلة، حط ذي اللاعب، شيل ذي اللاعب، هذا مو بصحيح. هم وقفوا في صفقة راشد الحوط إذا ما خاب ظني بعد ذاك. يعني مثل ما أقول لك يعطي وجهة نظر، ولكن في النهاية القرار قرار مدرب. أي شغل داخل الملعب قرار مدرب. الشيخ راشد عبد الرحمن اليوم لو في هذا القرار يعين لجنة فنية؟ لا، لجنة الفنية شيء مهم في الأندية، شيء تعب بيت. من اللي عينها عيال قبل الشيخ؟ لا، اللجنة الفنية مثل ما قلت لك قرار مجلس إدارة أنه يكون في عندنا ناس نرجع لهم، هذا الكلام ما نختلف عليه. بس أنت تشوف أن الناس اللي قاعد ترجع لهم ما يقدمون لك الإضافة. هما حق إذا كان مجلس الإدارة يرى أنهما يعني إضافة ما يخالف، ولكن أنا لو أنا برأي فني ما أرجع حق لجنة فنية. يعني كانت صورية أرجع حق، لا أرجع حق شخص مثلا خلنا أقول دكتور حسن حرمة الله. لا، اللي هو واضح الشيخ مو مقتنع في أحد نهائيا، ودام مو مقتنع فيهم أصلا دور اللجنة في المحترفين شنو؟ أنا أعتقد أن السنة ما في لجنة فنية، خلينا نكون صريحين، اللجنة الفنية العام انتهت، زين؟ أعتقد العمل كان مشترك بين السعدون والشيخ راشد، فكان مأمول مأمل عليه أنه هو لاعب جناح سريع، ولكن طلع لاعب عادي. أنت الحين في الملعب عندك هشام لاعب جيد، زين؟ ماريو ما بين الإيطالي، فابيو ما بين، ما تقدر تحكم على اللاعب إذا ما في استمرارية في المباريات الرسمية. إذا في المباريات الرسمية ما في استمرارية ما تقدر تحكم. دوريك تلعب مباراة توقف شهر، فشلون اللاعب ياخذ رتم ورتم ورتم؟ فصعب الحكم عليهم. والله شوف احنا كمحرقين يعني كعشاق حق نادي محرق احنا وياهم للأخير، لكن احنا كنادي محرق ما تعودنا ان نغيب عن المنصات هالفترة ذي كلها. يعني احنا الحين 4 سنوات ما حققنا دوري، كحققنا آسيا وجبنا بطولة ثانية، لكن احنا كدوري 4 سنوات ما حققنا. حتى برع اذا يتكلمون
القنوات الرياضيه الاخرى في بارع يقول لك محرك غايب عن البطولات 4 سنوات، فشيء عليه علامه استفهام. شوف انا اعتقد يعني ان اختيار اللاعب عن طريق الفيديوهات يعني مو بناجح. ليش مو بناجح؟ لان احنا نشوف او في طريقه ثانيه يجيبونه، انا ما مو بعارف يعني، لان احنا نشوف ان اللاعب ذي اختير مو على اسمه، لا اختار على الفيديو. فانت مو شرط انت تجيب انت اللاعب تشوفه في الفيديو تجيبه، مو شرط انه يمكن في ذي الفتره كان هو زين، ممكن في ذي الفتره انصاب، ممكن يعني وفي سوء اختيارات. يعني انت تجيب لاعب، انت تجيب لاعب شنو بتشوف شنو فيديوهات؟ هاي غلط. انا الحين بعطيك فيديو لاعب مثلا العام تجيب لي لاعب فلافيو وحاط لي اياه فيديو زين، هاي اللاعب يسجل، هذي اللاعب يسجل يسجل، اذا سوى لي في الدوري من يبته طول الموسم كم جول حاط؟ انا في كثير من الجماهير يقولون من المسؤول؟ انا مسؤول، طالما ان انا قبلت، عاد انا موجود ولا انا مو موجود، طالما انا قبلت بالوضع انا المسؤول الاول. انا ملام لان انا قبلت في ذي. وشلون كنت تقبل في شيء؟ اللي حصل ان انا قبلت. الان انت تقول لي مثلا شلون وما شلون، هذه الكلام في 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 الماضي قلت عقل خلاص. عن اليوم السنه هذه حطينا محددات، يا جماعه اذا بتختارون لاعبين اختاروا في هالمستوى، يكون الاستنت ماله من كذا الى كذا. قد يكون انا مطلع على احصائيات لاعب، غيري مطلع على احصائيات لاعب، تعرض كلها قدام المدرب. المدرب ما عنده مجال انه يقول والله ذي مو بزين، لان الاحصائيات تثبت ان ذي لاعب زين. صارت بعد جبتوا اللاعب اللي هو البوتسواني وشلتوا الشيخ حق مبارتين. لا الـ الموضوع صار ان المدرب ما يبي جناح، يبي مهاجم. لا شيخ انا حضرت مباريات، مباراه ودي حضرتها وشفت اللاعب البوتسواني الشيخ، اتوقع راح اتحاد الريف الحين، يعني شفت خوار من المنحرى الى اتحاد الريف. مو موجود في البحرين. يعني مش من البحرين خير، بس رحت تجربه قاعد يعني اتحاد الريف بعد، يعني اللاعب الشيخ ما كان دون المستوى. لا هو اللاعب انا بالنسبه لي تشوف الانستات مالته واحكم. بس ما عدى الشيخ. وليش ان شاء الله عقب ثلاث مباريات او مبارتين؟ احنا عندنا في نادي محرك ساعات كذي. ساعات يعني يعني عبد الله انا ما احبك من اول ما جيت، انا ما بعجبني انت. ليش يا شيخ؟ بس اقول لك كذي يعني. اوكي. لا مو بالحين يعني. تعطيني ربي ويجيب لك بربي. تشوف الهجوم الفنيه منها فايده احسن من الانستات؟ لان الفنيه شيء مهم في الانديه. شئت ابان بيت. السبب ابو عيسى ليش لازم انا اقيم اللاعب اللي بايبه؟ وهي اللجنه الفنيه هذه لازم تطلع تتابع اللاعب اللي انت تبقيه برا في 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 مكانه، تشوف مبارياته، تشوف امور فيديوهات. ما احنا لان احنا مو قادرين من كذي نشوف الامور دي. لكن لما في لجنه فنيه تشتغل طول الموسم، انا عندي فكره كبايب ذي اللاعب السنه الجايه، اوكي تابعه. مو بأحسن من تكلفة أجيب تجربة وأصرف عليه وسكن وذي وقرأت ما يصلح تذكرة عضو لجنة فنية بيروح يتابع اللاعب ذاك أرخص برخص. فيها فكرة بعد كلامك صحيح؟ كان أقول لك أنا بالمنطق أشتغل، لكن هني حسب الإمكانية. يعني وايد تكلمنا وهاجمنا، لكن الحين لا إيش حق هاجم إيش حق، الموجود بأشتغل عليه. قدرت أنا أسوي بأسوي، ما قدرت اشتغل بالموجود عندي. المحترفين مثل ما اقول لك، اذا انت تختار محترفين على الفيديو هذا اللي بيصير. السنه هذه المحترفين اللي عندنا لاول مره من فتره طويله ما اخذنا محترفين على الاحصائيات. اليوم المحترفين اللي موجودين عندنا على الاحصائيات، ولذلك قاعدين يعني تشوف عندهم يعني اي واحد يشوف منصف يقول لك لا والله المحترفين مميزين. اول مباراه تثبت لك ان محترفين محرك فعلا عندهم مستويات ممكن يقدمونها في الايام الجايه، يعني مثلا هشام الدرعي. هشام العقبي.
ماريو المهاجم. هنا محاولة جول جول جول. نعم انتظر الفرصة ماريو. ظهر ماريو. ماريو يسجل. ماريو يضع الكرة داخل الشباك. هو انتظر فرحة الهدف الثاني بعد عرضية رائعة ولمسة الشاهد الشامل حدود وكورة روح على المحمد روح على ماريو فورتلا وفرحة المحرك ليب المحرك صارت هدفين المحرك وماريو انتظر هذه الفرصة وظهر أخيرا وسجل الهدف. فابيو حتى النص في لاعبين في عندهم لمسات عندهم ما ننكر هالشيء بس هل هم ناس محترفين اللي كانوا يبون محرك سابقا اللي كانوا يختاروا لهم اللجان الفنية؟ أنا ما أتكلم عن اللجان الفنية، أنا أقول لك الحين لجان فنية أو غير لجان فنية راشد أو ناس ثانيين إذا ما يكون الاختيار على إحصائيات ثق تماما أن القرار خاطئ. طيب هل ذي القرار حمل اللجان؟ لا حمل رئيس الجهاز. أنا أتحمل كل شيء. لأنه وافقت في النهاية على المبدأ. نعم. لأنه وافقت في النهاية. أكيد أنت اليوم الفكرة إن أنت والله عايب لي ناس ويعطون المجلس الإدارة يعني توصياتهم. وين توصية المدرب؟ في يعني هي محاولة وقد تنجح قد تفشل وقد تكلمنا من قبل إنه يعني احتمال كبير إنه ما تمشي يمكن تمشي لكن أنا من النوع اللي أحب إن الشيء يكون القرار هذه ما أعطي أحد القرار دي يكون قرار فني بحت مسؤول عنه المدرب مباشرة. ليش كنا نسمع أن الشيخ راشد بن عبد الرحمن هو اللي يتعاقد مع المحترفين؟ راشد بن عبد الرحمن إذا يعرف محترف يعني مثلاً أنا ماريو فونتينيلي 4 مرات أو 5 مرات 5 سنوات حاول كنت نايبه وكان هداف يعني أصغر من كذي وكان هداف في الدوري المالطي السنة نجحنا إن إحنا أسلوب شخصي إن إحنا نجيبه هل هو الأفضل؟ لا طبعا في افضل لكن مو قرار فني يعني الشيخ راشد هو اليوم نعم يعني الشيخ راشد هو اللي تابع مو قرار لا 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 القرار قرار مدرب انت تعرض على المدرب مو لاعب تعرض على المدرب يمكن 10 15 لاعب المدرب يقول هذا اللي يصلح خلاص وانت وفرت له انا وغيري مو بشرط يعني مثلا صوله مو انا اللي مسؤول ما كان انا اللي يدور فيه ولكن اللاعب كان لاعب زين. الشيخ شفت الرفاع تذكر موسم سنه من السنين كان بيهبط وصل لمرحله انه قبل لا يتوج بهالطفره اللي صارت حق الرفاع وصل مرحله انه كان خلاص قاب قوسين وادنى من الهبوط. الفريق وين وصل؟ رياض ذوادي سوى شغل مو طبيعي كمستشار حق الفريق. اليوم الشيخ راشد ليش ما ياخذ هاي التجربه مالت الرفاع ويسوي نفسه؟ أنا أخذ تجربة شو اسمه رياض ذوادي يعني يمكن إحنا نشوف تجربتنا في المحرق أغنى من رياض ذوادي يعني المحرق أعتقد تحقيقه حق بطولتين آسيويات وبطولة خليجية يعني تصور لي هذه يعني إذا المجموعة أو الناس اللي قدرت تسوي ذي اتركها واروح حق شخص مع احترامي للاخ رياض ذوادي يعني كمحلل وشخص يعني رياضي له حضوره وله كلمته ايش سوى حق الرفاع والله انا ما ادري 4 بطولات 3 بطولات دوري 2 كاس ملك 3 سوبر في 4 سنوات الشيخ يعتبر انجاز عود صحيح صحيح اللاعبين من وين؟ البحرين اي صحيح من وين؟ منتخب من 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 وين طلعوا؟ يعني هاي من الرفاع؟ لا شراء من الأندية طيب معناته إذا كان المسألة أن أنا بشتري من الأندية خلاص أنا ما يحتاج فئات
على الله وعلى الأندية. بس أنت الشيخ حاليا لا قاعد تشتري لا تطلع في أوت ولا في لاعبين يحققون لك بطولة. ما يخالف، إحنا نتكلم اليوم محرق في عندنا مشكلة في الفئات. محرق وافق إنه هو يطلع ويسوي شيء يشتغل يعني معزل عن نادي المحرق ويطلع مواهب حق نادي المحرق. لكن المستقبل شنو؟ المستقبل هذه الأندية راح تتحول إلى شركات. الشركات لها نظام، الشركات لها يعني خطة اقتصادية بزنس بلان، هذه ما تبي لها ناس خبراء لاعبين قبل، تبي لها ناس اقتصاديين، تبي لها ناس يعرف شلون يحرك الدينار. فالرفاع اللي قاعد يسوي صح الشيخ؟ احنا قبل الرفاع، احنا قبل الرفاع وين؟ بس احنا الرفاع متفوق على محرق الشيخ في خلال سنتين؟ ما يخالف، درب العبادة طويل. تقدر تطوف الرفاع الشيخ؟ احنا؟ إذا ما نطوف الرفاع ما فينا خير، ما بنا الرفاع. احنا المفروض الآن نوصل إلى كأس آسيا. بس ليش الشيخ مو قاعد نشوفكم توصلوا حق المناصب؟ بيصير. احنا نبتدي في شيء على الأقل، على أقل تقدير سنتين. وبطوف الرفاع؟ أطوف الرفاع، سنة بطوف الرفاع. تأخذ البطولات الشيخ من الرفاع؟ ليش لا؟ شهر الرفاع منزلين من السماء، عندهم 11 لاعب في الملعب، أنا عندي 11 لاعب في الملعب. شو المشكلة يعني؟ لأنه آخر سنوات شفنا شيخنا ما كنت بتقدر جوار الرفاع في المباريات بعد. وأتوقع أن جماهير المحرق تعبت صدق. تعبت لأنه ما يرضيهم يشوفون فريقهم يكون في هالحال. صبروا معانا شوي. الفرج قريب، جمهور المحرق يستاهل، تاريخ المحرق يستاهل. المحرق ما راح ينتهي مثل ما يعني في ناس كثيرة تصور أن المحرق منتهي، أبداً. المحرق دائماً وأبداً في الريادة، حتى لو كنا في أسوأ حالاتنا المحرق قادر في أي لحظة يعيد نفسه ويصدق. أنت ما قاعد تسوي فريق، أنت قاعد تفكر بس في اليوم. زين نصبر عليك على شنو؟ نقول لك بناصر بس لا ما نقدر صراحة، لأن بالنتيجة بأي طريقة. إحنا لو تجيب لنا لو تجيب 11 لاعب مباراة ويبون النتيجة بقول لك إيش عاد؟ يرضيهم شو ما يرضيهم، قسما عليهم. ها جيف باقيينهم البطولات عبالك والله شاريينهم إحنا، ما يرضيهم. هو مشجع سنتين توك تشجع. أنا أحترم الجمهور وأحترم الكل، لكن الواقع يفرض نفسه. أنا خذينا بطولات ترى هذه بدون إمكانيات، الله كاتب لنا على شغلنا وعلى سعينا. أنت حن جمهوري بس في الزين، بس أنا أخذت بطولة أنت جمهوري؟ لا جمهوري مو كذي، جمهوري عارف روحه، جمهوري في نكستي هو وياي. تعلمني بالجمهور هذا، أنا سنين وياهم، سنين أنا جمهوري كان يسبني في المباراة. كن في علمك أقول ويا الحق، لأنه مو بزين أنا، صح؟ جمهوري عارفه أنا من عينه، من تليفونه لي صاب. شو تقول؟ لا جمهوري معاي في كل وقت، رجع لي يومين عشان يطلع في التلفون والله. لا 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 انا ما اخذ بكلامي، انا اخذ على عاف جمهوري. حزت الحزه يوم طلبنا حق الفئات ترس الملعب صراحه شفته. انا اقول لك هاي جمهوري اللي معاي، قلبت انقلبت معاي جمهوري. هذه ما يرضى علي، ما يرضى علي. يعني الشيخ اللي فهمه من الملخص اليوم ان الشيخ روش بن عبد الرحمن يشوف ان الفكر قديم في الفئات السنيه، فاستحدث في البحرين كله، فقرر انه يستحدث اللي هي نظام جديد. نظام جديد، نحاول قدر الامكان ان احنا نقول اذا نجح هذا المشروع خلينا نقول الرائد راح يقلب مفاهيم كثيره. راشد لا يؤمن بعمل اللجان الفنيه ابدا الا لما تكون عنده الامكانيات الفنيه اللي تاهلها، أما في الوضع الحالي لا. الشيخ راشد يعترف بالأخطاء في استقطاب المحترفين في السنوات اللي فاتت والتبديلات العشوائية، يتحمل كل المشاكل اللي مرينا فيها. طالما أنه هو رئيس الجهاز راشد عبد الرحمن يتحمل كل الأخطاء. الشيخ راشد يوعد جمهور محرق
انه بيتعدى الرفع؟ احنا نتعهد حق جمهور محرق ان احنا نكون الاول في كل شيء ان شاء الله، يعني احنا نبتدي ان شاء الله في 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 القدم والمسيره مواصله. تغير ناس، حرق باقي ناس تغير تروح وتي، محرق باقي. الاعتراف بالذنب فضيلة، بس إذا ما صححت الأخطاء تبقى المشكلة لحين كبيرة. المحرك كيان بيحتاج وقفة الجميع، لأن النادي ممكن في أي لحظة نشوفه يضيع. لا نكابر ونقول الشيء صعب يصير، هذا المختصر، لكن نقطة في بحر.